مهد للمشاريع التنموية ومحط أنظار الجميع، فتزورها بين الحين والآخر مجاميع من النخب الاجتماعية. إنها الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة التي استقبلت هذه المرة وفدا نسويا من كلية العلوم الصرفة في جامعة ذي قار. استقبلت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة قسم العلاقات العامة شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية وفدا من جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم الصرفة 30 أستاذة، كان عددهم 30 أستاذة. الهدف من هكذا مشاريع مد جسور التعاون بين العتبة العباسية المقدسة والجامعات العراقية. ضمن التعاون بين العتبة العباسية المقدسة والجامعات العراقية المتمثلة بشعبة العلاقات الجامعية في العتبة المقدسة، زار وفد من جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم الصرفة العتبة العباسية، وقامت العتبة العباسية بعدة ورش منها محاضرات توعوية وثقافية ومهنية، وأبدى الأساتذة والتدريسيات الإعجاب بالمحاضرات وحسن الضيافة للعتبة العباسية المقدسة. ملتقى نظمته شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية استمر لثلاثة أيام، تخلله برنامج مكثف تضمن محاضرات تثقيفية وتوعوية في جوانب مختلفة منها في الهوية الوطنية والدينية، إلى جانب جولة في مشاريع العتبة المقدسة للاطلاع عليها ومعرفة ما تقدمه من خدمات. بداية أوجه شكري وتقديري إلى العتبة العباسية ضمن برنامج التوعوي والثقافي الذي أقامته العتبة العباسية. وجدنا الكثير من الأمور التطويرية والتوعوية والتي تصب في التبادل الثقافي بين الجامعات، ووجدنا أيضا مد يد العون من جانب العتبة العباسية في رفع المستوى الثقافي سواء في التنمية البشرية أو المستوى الثقافي العلمي. التعاون اللي بين جامعة ذي قار والعتبة العباسية يعني تعاون مو جديد، وإنما إحنا من عدة سنوات أكو كان تعامل وتبادل بالمؤتمرات بالأفكار بالندوات بين جامعة ذي قار والعتبة العباسية، وبرامج كلش يعني متطورة وراقية. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة مستمرة من الزيارات التي تقوم بها الوفود الجامعية إلى العتبة العباسية المقدسة بالتنسيق مع شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية فيها لتقوية الأواصر بين العتبة والمؤسسات الأكاديمية لكونها القاعدة الرصينة لمستقبل هذا البلد.